عبرانيين 3. عشان كده يا إخوة القديسين اللي مشتركين في الدعوة بتاعت السماء، لاحظوا رسول الاعتراف بتاعنا ورئيس الكهنة بتاعه المسيح يسوع، من حيث كونه أمين للأوامه زي ما كان موسى كمان في كل بيته، لأن ده اتحسب مستاهل لمجد أكتر من موسى، على قد ما للي بيبني البيت من كرامة أكتر من البيت، لأن كل بيت بيبني إنسان معين، ولكن اللي بيبني الكل هو الله. وموسى كان أمين في كل بيته زي خادم، شهادة للي راح يتكلم بيه. وأما المسيح فزي ابن على بيته، وبيته إحنا لو اتمسكنا بتأكد الأمل والافتخار بتاعه ثابت للنهاية. عشان كده زي ما بيقول الروح القدس النهاردة، لو سمعتوا صوته فما تقسوش قلوبكو زي ما في التمرد يوم التجربة في الصحراء، لما جربني أبهاتكو امتحنوني وشافوا عمالي 40 سنة. عشان كده كرهت الجيل ده وقلت انهم دايما بيتوهوا في قلوبهم، ولكنهم معرفوش الطرق بتاعتي، لحد ما حلفت في زعلي مش هيدخلوا الراحة بتاعتي. فتحوا عينيكوا يا اخوة عشان ما يبقاش في حد منكوا قلب شرير من خلال عدم ايمان فيرجع لورا عن الله اللي عايش. لكن وعظوا نفسكوا كل يوم مدام الوقت اسمه النهاردة، عشان ما يتأساش حد منكوا بغرور الخطية، لاننا بقينا شركة للمسيح لو اتمسكنا بالتأكد بتاع البداية ثابت للنهاية. لانه اتقال النهاردة لو سمعتوا صوته فما تقسوش قلوبكو زي ما في التمرد. فمين هم اللي لما سمعوا اتمردوا؟ مش كل اللي خرجوا من مصر عن طريق موسى وكره مين 40 سنة؟ مش اللي غلطوا اللي الجثث بتاعتهم وقعت في الصحراء؟ والمين حلف مش هيدخلوا الراحة بتاعته غير اللي ما سمعوش الكلام؟ فبنشوف انهم ما قدروش يدخلوا عشان عدم الايمان.